قد ايه عمولة الوسيط العقاري هنا في دبي؟ مين المسؤول عن دفعها؟ وليه بندفعها اصلا؟ كل الاسئلة دي هجاوب عليها في حلقة جديدة من خمسة عقارية. بس قبل ما تفرجوا على الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة. في حالة بيع او شراء عقار من السكندري ماركت او اللي هو اعادة البيع، فعمولة الوسيط بتبقى 2% من سعر الشراء، ودي المشتري هو اللي بيبقى مسؤول عن دفعها. ولكن مؤخرا في ناس كتيرة جدا حتى بياخدوا 2% كمان من صاحب العقار. انت لو انت حابب تعرض عقارك للبيع اسأل المستشار هل انتوا بتشرجوا كوميشن ولا لا. طبعا هي بتفرق من حد لحد، ممكن حد يقولك انا لازم العقار ده يبقى اكسكلوسيف معايا او يبقى حصري وانا هبيعهولك في مدة معينة، فساعتها هو بيبقى انتايتل ان هو يطلب منك كوميشن اللي هي 2%. انت بقى لو بتشتري من المطور على طول فانت ما بتدفعش اي حاجة لوسيط العقاري. طبعا هتقول لي طب انا ليه اصلا احتاج لوسيط لو انا هشتري من مطور مباشرة؟ هقول لك ان انت لو رحت لاي مطور فالمطور هدفه الاول ان هو يبيع لك المنتج بتاعه بس، اما الوسيط او المستشار العقاري فهو هيقدر يوري لك كذا اوبشن من كذا مطور بحيث ان انت تقدر تختار الحاجة اللي تناسبك. وزي ما قلت لكم ما بتدفعش اي عمولة للوسيط لو انت بتشتري من المطور مباشرة. في حالة تأجير العقار المتعرف عليه ان عمولة الوسيط بتبقى 5% من سعر التأجير. يعني مثلا لو انت بتأجر عقار قيمته 100,000 درهم في السنة فبتدفع 5,000 درهم، اي ما يعادل 5% من السعر ده للوسيط العقاري. في كذا مكتب وساطة عندهم كذا رول او كذا ريجريشن بالموضوع ده. في ناس يقولك احنا عندنا مينيمم 5,000 درهم حتى لو انت مثلا هتأجر عقار ب70,000 فهو بيشرجك 5,000 درهم بغض النظر عن سعر التأجير بتاع الوحدة. كل الحاجات دي متعارف عليها، لكن قانونيا مفيش اي حاجة تمنع ان مثلا الباير يدفع كوميشن 5% او 4%. مدام انت عارف الكوميشن المتعارف عليها 2%، انت لو حابب تدفع اكتر من كده فدي حاجة قانونية بالكامل ومفيش اي اعتراض عليها. بس دي كانت الحلقة عن عمولة الوسيط العقاري. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو حد محتاج اي استشارة عقارية او حابب يشتري عقار او يأجر عقار هنا في دبي ليه تتواصل معايا، هسيب ارقامي تحت في الديسكريبشن. حابب اعتذر للناس اللي طلبوا مني مواضيع، بس الاسبوع ده كان حافل جدا ما قدرتش اسجل كل حاجة. فاشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقة جديدة من خمسة عقارية.